مشاهدينا، وللوقوف على تطورات حرب تركيا على الإرهاب بعد تصريحات الرئيس أردوغان اليوم بتطوير عملية المخلب السيف، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أغلو. السلام عليكم. مساء الخير، تحياتي لكم والسلام المشاهدين. يعني الرئيس أردوغان في إطار حديثه اليوم عن عملية المخلب السيف قال إن القوات التركية ستبدأ بتطهير منطقة من تل رفعت، منبج، عين العرب، هل بذلك تم تحديد نطاق العملية أم هي بداية وممكن أن يكون هناك امتداد لها على حسب الظروف؟ يا سيدي، بكل تأكيد عندما يكون هناك استهداف للأمن القومي التركي واستهداف لمدنيين ومقيمين في الداخل التركي، بدأت عملية المخلب السيف كعملية عسكرية جوية قبل 3 أيام واستمرت اليوم الرابع، وهي لن تكون كافية، هي البداية، وستعقبها عملية عسكرية برية، ولأول مرة ستكون من عدة محاور ليست من محور واحد. ربما تستهدف منبج، تستهدف تل رفعت، عين العرب، وكل الأماكن التي يوجد فيها بؤر إرهابية تهدد الأمن القومي التركي. هذا أولا. ثانيا، هذه العملية العسكرية البرية المرتقبة هي ستكون في منتصف ليلة ما، ربما نتكلم عن منتصف هذه الليلة، ربما غدا، ربما بعد غد، ولكنها لن تكون بعد أسابيع، فقط عدة أيام تفصلنا عن بدء هذه العملية العسكرية البرية الشاملة لتأمين أكبر منطقة تكون خالية من أي تهديدات إرهابية للداخل التركي، وأيضا لتأمين منطقة آمنة للسكان الأصليين. هنالك ميليشيات مسلحة، هنالك مجموعات بالنسبة لتركيا هي إرهابية، PYD، YPG، PKK، قسد، لا تختلف عن داعش بشيء. وبالتالي عندما يتقاعس المجتمع الدولي، وعندما لا تفي أمريكا وروسيا بتعهداتها لتركيا التي وقعت عليها في تشرين من عام 2019 في الالتزام بضمان أمن الحدود التركية السورية، يجب على تركيا أن تقوم بعمل ما تلزم. وكما أفاد الرئيس رجب طيب أردوغان، سنقطع حبل سرتنا بيدنا وسنهاجم كل البؤر الإرهابية في جحورها وسنطهرها بالكامل. هذا ما هدف وهذا ما تهدف إليه تركيا والحكومة التركية والرئيس أردوغان. طيب، هنا أيضا الرئيس أردوغان يؤكد أن هدف العملية ليس فقط الحفاظ على أمن تركيا بل يمتد إلى حماية الأشقاء في دول الجوار. هل يستوعب أو تستوعب دول الجوار هذا الطرح أم ممكن أن يتقاطع مع سياسات الحكومات مثلا في سوريا والعراق؟ مع كل أسف لا يوجد هنالك فهم للسياسة التركية سواء كان في سوريا أو في العراق، ولا يوجد أصلا سيادة لهذه الحكومات على الحدود التي تأتي منها هذه التهديدات. لو كان هنالك سيادة فعلية لما تواجدت هذه الميليشيات المسلحة، وإلا ماذا تفعل هذه الميليشيات؟ البيكيكا ماذا يفعل في شمال العراق؟ والبي واي دي والواي بي جي ماذا يفعلون في شمال سوريا؟ قصد، كيف تسيطر على أراضي المفروض أن تكون تحت السيادة السورية؟ لذلك هؤلاء، هذه الحكومات عاجزة عن تأمين السيادة، وبالتالي عندما تخفق هذه الحكومات في تأمين السيادة على الأقل للحدود المشتركة للدول المجاورة، وأعني هنا تركيا، يكون على تركيا إلزاما ولزاما أن تدخل أراضي هذه الدول وفق المادة 51 لتؤمن الأمن القومي، واحد. ثانيا، لتمنع حدوث أي كيانات لهذه المجموعات الإرهابية لكي لا تؤدي إلى انفصال مستقبلي أو تأسيس كيانات ذات إدارة ذاتية، وهذا ما تسعى إليه الدول الغربية. وعلى رأسها أمريكا. ذكرت نقطة نريد أن نسلط الضوء عليها أكثر، يعني ترى أن أمريكا تصف تنظيم داعش فقط هو بالإرهابي، ولكن تغض الطرف عن YPG وPKK وغيرها من التصنيفات أو غيرها من الجماعات الإرهابية. لماذا يتم فقط وصم داعش بأنه إرهابي بينما يتم يعني التغاضي عن بقية التنظيمات وهي خطيرة على المدنيين سواء في بلادها أو على تركيا؟ بسبب بسيط يا سيدي، لأن داعش هي تحقق الهدف الحقيقي لأمريكا في المنطقة، وتريد أن يكون هنالك ذريعة لتمكين هذه المجموعات الكردية المسلحة لتأسيس كيانات انفصالية في تلك المناطق، مستقبلا تصبح ما يسمى دولة كردستان الكبرى. الذريعة هي وجود داعش، وداعش هي صنيعة أمريكية، صنيعة المخابرات الأمريكية، باعتراف الرئيس ترامب عندما قال بأن أوباما هو الذي صنع داعش في المنطقة ونحن قضينا على داعش.
ومن البديهي والمنطق إذا ما كانت أمريكا جادة في القضاء على داعش، لماذا لا تتعاون مع تركيا في محاربة داعش؟ لماذا تلجأ لعدة ميليشيات لا قيمة لها بحجة محاربة داعش تتعاون معها، مع أن هذه الميليشيات هي مجموعات إرهابية وتهاجم تركيا، ولكن مع ذلك أمريكا تغض الطرف عنها. إذن القضية ليست داعش، القضية هي مخطط أعمق من هذا بكثير. وداعش ما هي إلا شماعة أو حجة أو ذريعة لإمداد هذه المجموعات بالسلاح والتدريب لتحقيق غايات تهدف أمريكا ولا تهدف دول المنطقة. طيب، هنا في إطار عملية المخلب السيف، كيف تنظر إلى موقف الولايات المتحدة الذي وصفه مراقبون بالباهت، وهي من المفترض أن تكون يعني حليفة لتركيا؟ يا سيدي، الموقف الأمريكي موقف متخبط. البيت الأبيض أعلن منذ يومين بأنه يتفهم دور تركيا في الدفاع عن أمنها القومي ولها الحق في ذلك، وهذه رسالة أعطيت على استحياء. ولكن الإعلام الأمريكي الداخلي والإعلام الأوروبي يهاجم ويشوه دور تركيا في أن تركيا استهدفت وتستهدف الشعب الكردي وتستهدف المدنيين وتقوم بجرائم حرب. أما الموقف الرسمي والدبلوماسي والسياسي الأمريكي من خلال تصريح البيت الأبيض يقول بأنه يتفهم الدور التركي في الدفاع عن أمنه. يا سيدي، تركيا ليست بحاجة لهذا التصريحات، وليس بحاجة للبيت الأبيض أن يتفهم أو لا يتفهم. تركيا بحاجة إلى أفعال وليست أقوال. يجب إيقاف الدعم العسكري واللوجستي لهذه المنظمات الإرهابية PKK PYD والPG. هذا هو روح التحالف الحقيقي. أما تحالف اسما وإعلاميا ولكن من تحت الطاولة، إعطاء السلاح 83 ألف شاحنة تم تسليمها لهذه المجموعات بأسلحة أمريكية، وإعطاء كل الدعم إعلاميا وماليا، ثم يقول نتفهم لتركيا أن تدافع، هذا لا قيمة له، وهذا يسمى نفاق سياسي وازدواجية في المعايير ولا قيمة له. طيب أستاذ يوسف، من المستفيد من عمل هذه الجماعات وانتشارها شمال العراق وجنوب تركيا؟ يا سيدي، المستفيد كثيرون. هنالك لوبي واحد، اللوبي طالما أن هنالك عدم استقرار في المنطقة، ومعنى أن هنالك ذريعة لوجود القوى الخارجية والدول الأوروبية وأمريكا بحجة ما يسمى التحالف، بحجة أن هنالك تهديدات إرهابية، وهم بوجودهم في تلك المناطق التي تعتبر من أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز والطاقة والزراعة والقطن والحبوب، هم يسيطرون ويسلقون ثروات هذه المناطق. هذا أولا. ثانيا، في ظل استمرار هكذا مجموعات إرهابية، هذا بالنسبة لهم فرصة كبيرة أيضا لتزويد الحكومات ببيع صفقات الأسلحة الكبيرة، بحجة أن هنالك تهديدات إرهابية وتدخل في الشؤون الداخلية. وغير هذا وذاك، ربما أيضا تحقيق لمخططاتهم المستقبلية، وهي إنشاء كيان كردي ككردستان الكبرى على حساب الدول التي ربما هي تهدد أمن إسرائيل، ومنها تركيا وسوريا والعراق وإيران، وهذا لن يخدم مصالحهم في المنطقة. إذن تركيا الآن هي تفشل هذه المخططات ومصرة على القضاء على المجموعات الإرهابية أينما كانت وكيفما وجدت. من إسطنبول الكاتب المحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أغلو، شكرا جزيلا لكم.